صدن عرضي او يسوغو جيرا ويلال ايه قبلو كان صوب حي دوكسية دا سرية دالكا ايا كو قوليستي داق واح براشو اه هير كا كوباد ايه جامعة دا كدي ماركي ايه غالين امتحان تجابة اه كاسو عرضي داس ايه قادي هاي اد دا هرموت فونديشن تدبادي بشي اغوستو مقدشة ماان تو حالغو قبتي مناسبة دلو سو بندقية ايه عرضي داس مسنا لغو ديرا غالين ايه مناسبة دا وحاكا قايب غالي مدح دا سرية شركة دا ازغارسين تا هرموت تيلكوم حمنا كسعودي هاي اد دا هرموت فونديشن والدين تارضي ده قولي ستين كونا قولي ستين انتحان كي يمرت شرف كلي اوغو هورين قدوم يوكو حيجين كهيا ده هرمود فونديشن عبد الرحمن إبراهيم علمي أستاذ كوبع ايا الشيغي ان هبك اوغو واناك سنامسنا عدالد اها لو قاضي انتحان كاسي وحن كلاو سمعنا رنتي انتحان كأن سحيني مركي معلمين تأي سحين ان هادان دب عن عنكي عنجا قرين سيان اوهبينو اردقا نتجدلسي ان السحتها سيان اوهب الحمد لله وكنت قول لي سمي كنت وحان هبنه بقولكي وبقول وحان هبنه أياه رنتي ماركتي صوبح وحان كنت قاد استعمال لي سيستم أقتلق لي إنو أسيقى سمي توتالك إنو أردي دي كالسارو أنك هبني إسيقنا هبني أن هبني ما نوالك قعنتان كوهيني إيه سيستم كنت وحصوصا لنا عكلا أحمد محمد يوسف سعودي قدوميها الشركة إزغارسين تهرمود تيلكوم أيا أماني أرضي ذا قولي ستي وحنا أم هاد عليو والدين توضا وحنا إنتا كوداري إن شركة هرمود أي كور قبي دونتا أرضي ذاس غارهان كواسي ذا صحدا وقفا إذيستو ديقضا وحبرشا إسيين وحالا قفا كريا إن شاء الله دانوهو ذا كالي وحبرشا ديرا ذا أما فرصة ذا كالي إن ولي كمبيرنغو أودباتها إن شاء الله إيادنا ماركتي aan 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 iyadana balan qaadayna shirkadu ay balan qaadaysaa hadii la yiraahdo marka sida daraadeed waxa idinku waajib ah nin walba inuu macnaha top oo noqdo marka ninki top ilaahay ka dhigo ama maartay 4tii 5tii ugu horeeyso 10kii ugu horeeyso oo maartay yani top ilaahay ka dhigo 10 ka mid ah ama 15 ilaahay idinkiis waxa weeye waa dadka wali gacanta lagu sii haynaayo ku jiraan oo insha Allah mustaqbalkooda la sii wadaayo in ka badan 300 arday ayaa ka qayb gashay imtixaankaas waxaana ku guuleystay 30 kamid ah kuwaas waxay soo dhameeyeen dugsiyada sare ee dalka Cabdul Aziz Maxamed Haaji waxa uu noqday ardayga kaalinta koowaad u galay ardaydaas waxaana uu bogaadiyay maamulka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom marka sharafka macallimiinta waalidiinta تحية الإسلام كأدب السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا معي عبد العزيز محمد حاج يوسف حكيم الإسكول كمن مسافعي حيت عربية جامع امتحان كان أو هرمود تيلكوم فاونديشن كان كان عندكم بعد أقولي مركا إلى يا مهضلة الحمد لله حتى مرة أنا هم هذا والدين تي إذا أريد يا أبي أو يقصد ذلك أي كان عادي يا ريم ذلك أي مجين جهدية وحكينا وربعنا أمهات لكم معلمين تيدا الصباح ويوسف دلالي أبين كان عادي هذا المستمع عليها إذا كانوا حربين أمهات اللي هم تلقوا فانبيشل وفرصة أن صومالي أرضي صومالية صوبا بكتي عادي هذا المستمع سنين أي كانوا أمهات لقينا عندنا كفاء إذي سنة وإنت وحكبر أن عادي هذا المستمع عندنا كفاء إحنا أمهات لحاجة تكن فرصة وحباشات وما كان لكي أننا مروا البوة المستمع هيا ده هرمود فونديشن ayaa sheegtay in sanad walba ay qaban doonto imtixaan nooc aan oo kala si ay ugu faa'iideystaan ardayda Soomaaliyeed ee soo dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka.